شن القرد هجوما مفاجئا وبدون سبب. مرحبا أصدقائي في فيديو جديد. بدا الأمر وكأن النعامة ستشن هجوما شرسا، لكنها تصرفت مثل الأطفال. من الواضح أن ملعب الجولف قد تمت السيطرة عليه. خرج هذا الفيل عن السيطرة فجأة خلال إحدى العروض للسيرك. الدراجة غير مرحب بها في المزرعة. خرج الرجل للتنزه رفقة كلبيه، لكن لم يتوقع أحد وصول هذا الضيف. هرب الحصان من مضمار سباقات قريب واقتحم هذا المقهى مباشرة. لا يتسامح وحيد القرن مع من يحاول سرقة طعامه. وهنا قرر ثور هائج زيارة إحدى المتاجر وإحداث بعض الفوضى. اعتقدت المراسلة الصحفية أن تواجدها بين الماعز سيكون آمناً. تجرأ الرجل على الاقتراب من الأسد وكاد أن يندم على فعلته. حطم الجمل المرآة الجانبية للسيارة ليؤكد أنه مسيطر على المنطقة. غادر الركاب الشاحنة بعد أن قرر الفيل مهاجمتها. من الجيد أن السيارة كانت سريعة بما يكفي للهروب من وحيد القرن. سرق القرد تلك المحفظة بكل ما تحتويه من أغراض ثمينة. وهنا هربت الفيلة من السيرك وأحدثت فوضى عارمة في المدينة. يتجول الفيل بحرية في شوارع البلدة ويهاجم كل من يراه. لم يتوقع عامل التوصيل أن يكون الباب مفتوحا. لقد رمى الطرد وهرب مسرعا. تسلق الدب الجدار للدخول من النافذة بحثا عن الطعام. كانت تلك رسالة تهديد من الغوريلا. دمر الفيل العديد من المنازل وسيارات في هذه القرية الهندية. وهنا نجح الفهد في إسقاط الدراج، ومن الجيد أنه لم يفترس. لا يبدو أن الأسد سعيد بتواجد تلك السيدة بالقرب منه.
And if it gets really cold, he can go into his den in the back. Right, Tao? كان الطفل يشاهد برنامجه المفضل بهدوء إلى أن اقتحم الغزال المنزل. تلقت اللبؤة العديد من الركلات القوية. يحاول الفتى ترويض الكنغر، لكنه لم يتوقع أن يقوم الكنغر بركله. حتى أسود البحر ليست متسامحة مع المتطفلين. سيندم الرجل على تحديه لقطيع من الأكباش. قام الأيل بمهاجمة الباحث أثناء تصوير شريط علمي مع الأيائل. لا يرغب هذا الحيوان بتواجد السيارات في الغابة. نأمل أن الفتاة التي في الصورة قد نجت من هذا الموقف. يحاول الأرنب توجيه مجموعة من الضربات لحماية صديقه. كاد النسر أن يخطف الكلب الصغير من الحديقة للمنزل. قرر السائق الانسحاب بهدوء، لكن الكبش كان مصرا على تحطيم مصابيح السيارة. أرغم الفيل راكب الدراجة على تركها والفرار بسرعة. تعلمت الطفلة عدم الاقتراب من قفص القرود مرة أخرى. احتاج المصور للكثير من الشجاعة للحفاظ على هدوئه وأعصابه في هذه اللحظة. لو لم تتدخل الكلاب في آخر لحظة لأصبح ذلك الرجل وجبة للفهد. يحكم الكبش سيطرته على هذه المنطقة. لم يتوقع أحد أن ثور سيكون قادرا على الوصول للجماهير. لولا الحاجز الزجاجي لانتهى الأمر بمأساة. تلقى الصياد نطحة قوية، ومن حسن الحظ أن إصابته لم تكن خطيرة. قد يبدو هجوم النمر الذي سترونه الآن وكأنه مشهد من أحد الأفلام السينمائية، لكنه حقيقي. اعتبر ثور البايسون السيارة تهديدا له وقرر مهاجمتها. Yes, he did.
أصدقائنا الأعزاء والأحباء، هذا كل ما لدينا اليوم، نراكم في حلقاتنا القادمة. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.